جماعة الحوثيين تستهدف شركة أرامكو للبترول السعودية في مدينة جدة، فلنشاهد التفاصيل. أعلنت جماعة الحوثي اليوم الخميس استهداف شركة أرامكو للبترول السعودية في مدينة جدة بصاروخ باليستي. وادعى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع خلال تغريدة له على تويتر إن القوى الصاروخية للجماعة الحوثية استهدفت شركة أرامكو السعودية فجر اليوم الخميس بصاروخ مجنح نوع قدس 2. أعلن الحوثيون قصف محطة أرامكو النفطية في جدة بصاروخ مجنح صباح اليوم. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح من نوع قدس 2، مضيفا أن الصاروخ دخل الخدمة مؤخرا. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان التحالف العربي عن تصدي لعمليات حوثية أطلقت فيها طائرة مفخخة على خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. إلى ذات الصدد طرح القيادي الحوثي المعين محافظا لدمار محمد البخيتي شرطا للتوقف جماعته عن هجماتها المستهدفة للأراضي السعودية. وقال البخيتي خلال تغريدة له على تويتر اليوم الخميس إن هجمات جماعته الحوثية على السعودية ستستمر حتى تتوقف السعودية هجماتها عليهم. يأتي ذلك عقب تصريح الناطق العسكري لجماعة الحوثي عن استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 بالتزامن مع تصدي قوات الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي لطائرة حوثية مفخخة في خميس مشيط.